زيارة اليوم لغبطة البطرق زيارة تاريخية لتأكيد مصالحة الجبل صارت سنة 2001. هذا للتأكيد أنه صارت المصالحة، ونحن اليوم بدنا نأكد على وحدة الجبل، بالأخص بالأيامات الصعبة اللي نحن عم نعيش فيها، نأكد على وحدة الجبل أو وحدة أبنائها، ووحدة كمان النظرة السياسية هوية لبنان عنا. يا نحن نعتبر أنه موقف البكركي عن حياد الإجابة هو موقفنا، ونحن مع هالموقف، وهي هوية لبنان، هاي مستقبل لبنان، وهالشراكة بين كل أطياف الجبل اليوم هذا هو اللي بيخلي مستقبل لبنان يكون مزدهر. دائما بنقول إذا جبل بخير لبنان بخير، ونحن اليوم عم نقول من هون أنه تأكدت هذه المصالحة والجبل بألف خير. اليوم قد ايه أهمية الحوار بين الأطراف السياسية لخلاص لبنان من الأزمة اللي واقع فيها؟ ما فينا نوصل اليوم على نطلع من هالأزمة بلا حوار. هلا في كيف بده يكون الحوار، في تركيبه الحوار، وكيف بينعمل هذا الحوار، هذا شيء، ولكن بلا حوار ما رح نقدر نوصل نحن على توافق لانتخاب رئيس جمهوريه، ومخرج هذا الوضع اللي نحن فيه اليوم هو انتخاب رئيس جمهوريه باسرع وقت ممكن. شكرا.